مع المنتخب إفريقية أو دولية على طول باستمرار اللعيبة طول السنة بتلعب، يعني حتى الراحات بتبقى قليلة قوي. بالظبط. طبعا النهاردة المباراة هتبقى صعبة، مباراة كبيرة، خاصة إنه النادي الأهلي لعب أول مباراة تعادل مع الجيش، ومنافسينه لعبوا خمس مباريات، احنا في الأسبوع الخامس، فهو برضو مطالب إنه يلحق بالمجموعة دي. صحيح الموضوع لسه بدري جدا، لكن هو مطالب بالمكسب في اي وقت، وكمان لما بيكون الناس سابقاه لازم يحصلهم عشان يعيد ترتيبه كاول دوري للعاب. فالمباراه طبعا صعبه بكل المقاييس. طب معانا تليفون ونرجع لحضرتك على طول. رحب بقى بالحاج محمد مصالحي، لسه كنا بنتكلم عليه دلوقتي. لا ده رحب بالحاج محمد مصالحي، هو حبيبي بصراحه كمان يا كابتن وليد، واكيد حبيب الناس كلها، حبيب اسكندريه. حاج محمد مصالحي منور الدنيا. ربنا يكرمك يا كابتن حميد، والله يبارك فيك، وربنا يكرمك.